أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو راح نتعلم الطريقة الصحيحة لشحن الدرون مافيك 2 برو. طبعا قبل كل شيء لازم نشوف البطاريات. ضغط الزر بيعطينا علامة الشحن زي ما انتم شايفين. العلامة هذه لما تكون فل يعني البطارية شاحنة 100%، لما تكون بالشكل هذا طبعا بيكون مش شاحنة 100%، بكون فاضية شحطة، يعني هان عندنا تقريبا 75% من شحن البطارية. بنيجي للشاحن، هذا الشاحن الأصلي اللي من شركة الدي جي. طبعا اللي بياخد الباكج بيجي معاه اللي هو هذا الجريب، رح نحكي عن الجريب. هذا بياخد أكتر من بطارية لكن بيشحنهن بالشكل المتسلسل، يعني لما تحط بطارية هان وبطارية هان وبطارية هان وبطارية هان بياخد 4 بطاريات، بيشحن بطارية، ولما يخلص شحن أول بطارية بينتقل على البطارية الثانية، بخلص شحن البطارية الثانية وهكذا بيشحن البطاريتين اللي ورا. نيجي للشاحن، زي ما انتم شايفين هذا الشاحن الأصلي من المدخل. هذا بتم تركيب الكهرباء في الشاحن، راح نركبه، راح نيجي نشحن بطارية نفرجيكم كيف. طبعا قبل ما تشحن البطارية بتتأكد إذا كانت مليانة ما تحطها على الشاحن، إذا كانت فاضية هنا عندنا فاضية شحطة بنحطها على الشاحن، وإذا كان طالعة من التصوير يعني حامية أو سخنة تتركها لفترة لحد ما تبرد، بعدها بتشحنها، يعني ما تشحنها بشكل مباشر في حال استخدام الدرون. بدك تستنى شوية قبل ما تبرد البطارية وتاخد راحتها. بنحط المدخل بالطريقة هذه، بيدينا إشارة بعد فترة، الإشارة هذه إنه قيد الشحن، وبعد ما تفل البطارية ببطل يديك أي إشارة، يعني ببطل يديك أي ضوء إنه البطارية فل. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية راح نشوفها مع بعض، اللي هي عن طريق الجريب. بنركب الشاحن من تحت بالشكل هذا في الجريب قبل ما نركب البطارية. راح تقعد عندنا القاعدة، راح يعطينا هنا الضوء الأصفر. راح نبدأ بتركيب البطاريات بالشكل هذا، سحب، يعني كيف سحب زي هيك بهذا الشكل، سحب لقدام تركب البطارية. راح نركب البطارية الثانية من جهة الشمال زي ما انتم شايفين. هذه البطارية أول بطارية بشحنها، بعدين لما نفلل البطارية هذه راح ينتقل على البطارية الثانية، نفس الاشي راح يشحن كمان البطاريتين هذه بشكل متسلسل، حيبدأ في البطارية هذه أو في البطارية هذه. فايدة الجريب انه بياخد 4 بطاريات، تمام، وانت ما بتضلك تنتظر انك تشحن البطارية بعد ما تفلل، لا بتسيبه بتطلع بشحن لك ال4 بطاريات بشكل متسلسل. في الخطوة الثانية راح نتعلم كيف نشحن ريموت الكنترول. مدخل اليو بي اس، هذا المدخل بتم من خلاله شحن بطارية الكنترول، ومن خلاله بتم اللي هو توصيل بالهاتف المحمول أو الجوال والاستخدام في الطيران. يعني المدخلين بيستخدم نفس الوظيفة اللي هي نقل المعلومات والبيانات وكمان الشحن في نفس الوقت. طبعا احنا حكينا من هان بنشحن البطاريات، نفس الشاحن اللي بيشحن البطاريات في وصلة تانية زي ما انتم شايفين تشحن ريموت الكنترول في نفس الشاحن بتاع البطاريات. يعني بنقدر احنا نشحن البطاريتين على نفس الشاحن، نوصل هذه في البطارية وهذه في ريموت الكنترول بهذا الشكل. اذا بتلاحظوا هنا نفس الوصلة حلاقيها في وصلة الشاحن، راح نركبها في المدخل هذا. ما تحاول تركبها بالشكل الخطأ عشان ما تكسر الاسنان، يعني راح احنا نركبها بهذا الشكل زي ما انتم شايفين بضغطة. هذا هي ركبة ايش معنا، راح يعطيك العلامة زي ما انت شايف، وهنا راح يعطيك اشارة بانه بشحن، وهنا 100% اللي هو شحن فل، يعني حاليا هي مشحونة 100%. وبهيك بكون انتهى الفيديو. طبعا قبل نهاية الفيديو راح احكي عن عدة نصائح ما تشحن البطارية في خلال استخدامها، يعني بعد ما انت استخدمتها من الدرون على طول وهي حامية وهي سخنة ما تشحنها، خليها تركها شوي قبل ما تبرد وبعدها اشحنها. النصيحة الثانية، لازم تتأكد انه من كمية الشحن في داخل البطارية، قديش كمية الشحن داخل البطارية. اذا كانت البطارية فل ما تحاول انك انت تحطها على الشاحن. ونفس الاشي اللي هو نظام جهاز التحكم الكنترول، لازم نفقد بضغطة زر نعرف كمية الشحن
داخل البطارية في جهاز الكنترول. يعني هان معلمنا 99%، يعني مش ضروري انه احنا نشحن الجهاز، مش ضروري ان احنا نشحن الكنترول في اشارة 99%. اذا كانت اقل من 99 او البطارية فاضية بنصح انه تشحنوها. وفي حال استخدمتها، يعني في حال انك انت كنت تصور ونزلت الطيارة، ما تحاول انك تشحنها بشكل سريع، لازم تستنى عليها شوية. هذه اهم نقطة. في كمان نصيحة انه حاول في استخدام الدرون ما تخلي البطارية تفصل على الاخر، يعني ما تخليها تفضي الشحن على الاخر، على اساس انه عمر البطارية خلي دايما البطارية مرتاحة وفيها كمية شحن كافية لحتى تعاود تشحنها كمان مرة. وبهيك بكون خلص الفيديو. في امان الله.